السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دقة قلب. ومع أحد أعظم أعمال القلوب مضينا في الحلقة الماضية، وإحنا بنتكلم على ركن من أركان الإيمان، على الصبر. الصبر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن النصر مع الصبر. الصبر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الصبر ضياء، اللي ربنا أمرنا بأن نتواصى به، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واتفقنا إنه الصبر معناه ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله. وقلنا الصبر معناه الوقوف عند البلاء بحسن الأدب. واتفقنا في المرة اللي فاتت انه للصبر بواعث، حاجات بتساعد على امر الصبر. وخدنا الامر ده من كلام سيدنا علي رضي الله عنه، لما حثنا على اربع حاجات. الاربع حاجات دول لو اخذنا بيها استعنا بيها على هذا الامر لبلوغ الصبر، اللي هو اعظم معين واعظم ما يتزود به العبد في طريقه الى الله تبارك وتعالى. وكانوا الاربع حاجات: الشوق، الشوق للجنة، والشفقة من النار، والزهادة في الدنيا، وترقب الموت. وقلنا ان العلماء قسموا الصبر الى اقسام، فقلنا في صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر عند البلاء. التلات حاجات دول عايزين نفصلهم، وحلقتنا النهاردة فصبر جميل. الكلمة اللي قالها سيدنا يعقوب وتكررت في سورة يوسف مرتين: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. سيدنا يعقوب لما قالها في المرة الأولانية وفوض الأمر وقال والله المستعان على ما تصفون، مضى في هذا وهو مفوض الأمر للرب سبحانه وتعالى، لا يشتكي إلا إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلما جمع ما بين الصبر وحسن الرجاء وحسن الظن في الله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، تم له الأمر وكان الفضل من الله تبارك وتعالى. وهو ده اللي احنا عايزينه، بالذات مع كثرة الابتلاءات، بالذات مع محن الزمان، محتاجين الصبر الجميل، زي ما بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الصبر الجميل الذي لا شكوى معه. إنما الشكوى لربنا سبحانه وتعالى، تشكو من لمن؟ تشكو الخالق للمخلوق، تشكو العليم سبحانه وتعالى لمن لا يعلم. فالصبر الجميل الذي لا شكوى معه، الصبر الجميل، الصبر مع حسن الظن وحسن الأدب مع الله تبارك وتعالى. والعلماء قالوا لنا الصبر الجميل صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. الله على التلاتة دول. صبر بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني استعين بربنا سبحانه وتعالى، استعين بربنا على الابتلاءات الشديدة اللي انت عايش فيها واللي انت عايشة فيها،
وليس لنا أحد سواه، ليس لنا رب سواه ندعوه، ليس لنا إله غيره نرجوه، فنحن الفقراء ببابه، نحن المساكين ببابه، نحن مؤمل خيره ببابه، نحن محبوه ببابه، فاللهم لا تطردنا عن بابك. فصبر بالله، استعانة بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. صبر، ربنا اللي صبرنا، ربنا اللي مدنا بالحول والقوة، ربنا اللي يعنا على ذلك. عشان كده لما حد يجي يقول أنا ما بعرفش أصبر، وفي كده في الدراسات النفسية شخصيات بيقولوا عليها كذلك، شخصيات دايما بتبقى متهورة حبتين ثلاثة، شخصيات تبقى متعجلة جدا من أمرها أزيد من أي إنسان آخر. احنا اتفقنا انه خلق الانسان من عجل وكان الانسان عجولا، الانسان بطبعه متعجل، عايز على طول ينال النتائج والثمرات، وربنا سبحانه وتعالى ابت سنته الا ان يقيم علينا هذا الامر انه لا يتحقق ما تنال الا بالصبر. ربنا سبحانه وتعالى كان قادر انه يخلق السماوات والارض في كن بكن، لكن يعلمنا سبحانه وتعالى انه مش كل حاجة كده فيخلقها في 6 ايام كما هو معلوم. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا انه الامور لا تؤتى هكذا من الاول خالص، من اول ما احنا كنا اجنا في بطون امهاتنا، ليه نقعد 9 اشهر عشان نخرج هكذا طفلا جنينا؟ ويبتدي الطفل يمر بمراحل عده لغايه ما يشب ويبتدي حتى يكلف، يعني يقعد 10 سنين 12 سنه 15 سنه ربما لغايه ما يكلف. كل ده اعداد رباني، وكل ده بيعلمنا الصبر. في حاجات كتير قوي ربنا سبحانه وتعالى اجراها في الكون علشان نعرف هذا الدرس عمليا. فأول نوع من الصبر الجميل صبر بالله، وهناك صبر تاني صبر لله. احنا المرة اللي فاتت قلنا ولربك فاصبر، علشان ربنا اصبر، لأجل الله اصبر. إذا كان ربنا عظيم في قلبك وفي قلبك اصبري، اصبري، وعما قليل نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هي كده الدنيا أيام قلائل، كما كان الإمام أحمد يقول إنما هو شراب دون شراب وطعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام معدودات، أيام قلائل. فاصبر، وما صبرك إلا بالله، فاصبر لربك، لأجل ربك. فده الباعث عليه حب ربنا سبحانه وتعالى والحياء من ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده النوع الثاني صبر لله عشان ربنا ويكون ابتغاء مرضاته اصبر. الصبر الثالث صبر مع الله، والعلماء يقولوا ان يصبر مع اقدار الله، يدور حيثما دارت. كان سيدنا الامام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول أصبحت وأمسيت وما لي سرور إلا في مواضع القدر. اللي يجي من حبيبي حبيبي، اللي يجي من سيدي ربي أنا راضي بيه. عشان كده الدرس ده درس مهم قوي وفي ارتباط وثيق، واحنا قلنا المرة اللي فاتت انه الصبر طريق الى المقام الاعلى، مقام ولسوف يعطيك ربك فترضى، مقام الرضا. يوصل الإنسان للدرجة دي إنه يبقى مع أقدار ربنا، يلي متأخرة في الجواز، يلي ضيق عليك في أمر الرزق، يلي نفسك في الولد ولم تنال ذلك، يلي أمورك متشقلبة، يلي عندك مشاكل، ومن منا بلا ابتلاءات. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث معاوية رضي الله عنه، كان يقول لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. ربنا يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، كلنا مبتلى وكلنا بنتعرض لفتن شديدة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كل الناس سيشرب من هذا الكاس، كاس الابتلاءات وكاس الفتن.
لكن الراضي والصابر ليهم شأن مختلف، ليهم شأن تاني خالص. كان سيدنا عمران ابن حسين كان قد ابتلي في آخر عمره بمرض البواسير، وشق على الناس ما كان عليه عمران الصحابي العظيم الجليل في آخر عمره. فدخلوا يقولوا له يعني انت حالك بهذا الحال، وادعي ربنا انه يفرج عنك و فقال: احبه الى الله، احبه الي. سيدنا سعد ابن ابي وقاص اللي كان خال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان مستجاب الدعوه، اللي احد العشره المبشرين في اخر عمره، عمي اولاده قالوا له: هل لا دعوت الله عز وجل انه يرد عليك بصرك؟ قال: قضاء الله احب الي من بصري. هي كده، ان الانسان يدور مع اقدار الله حيث دارت، فهو صبر مع الله. والمثال الاظهر للصابر مع اقدار الله ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، لما ربنا يقول: وابراهيم الذي وفى، لما ربنا يقول: واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، بابتلاءات، فاتمهن. ابتلاه بشتى انواع الابتلاءات، ابتلاه بالكوكب فما خرج إلا موحد، ابتلاه بذبح ابنه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صدق على ذلك إبراهيم واستسلم لأمر الله. فلما أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلم، ابتلاه بالنار فقال حسبي الله ونعم الوكيل، ابتلاه بأن يدع زوجه وابنه في صحراء قفراء فيستسلم لأمر الله. الله أمرك بهذا، نعم، إذن لا يضيعنا. المعاني دي لا ينبغي أن نمل من ذكرها، لأن هي دي اللي عليها عماد أمر ديننا. فصبر يبقى إيه؟ صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. طيب تعالوا نفهم بقى قوي وتفصيليا انواع الابتلاءات وكيف يكون الصبر. واحنا اتفقنا ان عندنا صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر عند البلاء. اول حاجة الصبر عن المعصية. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا الشباب يقول لك انا ما بقدرش اصبر، يعني انا لحم ودم، وانتوا بتتكلموا دلوقتي في ظروف اقتصاديه صعبه وامور اجتماعيه اصعب، وعشان النهارده شاب يتجوز عايز له مبلغ وقدره، وعشان البنت تعف نفسها النهارده الامر بيتعسر وسن الزواج بيتاخر، فيبتدي الشباب دول يقول لك طب انا اعمل ايه؟ فيقع في الذنوب، وتلاقيه بقى مدمن عادة سرية، وتلاقيه بقى بيتفرج على مواقع إباحية، وتلاقيه بقى ماشي مع بنات ويقول لك الأمور متعصرة، فلا أصبر أنا لحم ودم ودي شهوات وخلق الإنسان ضعيفة، فلا يستطيع أن يصبر عن المعصية. النهاردة لما واحد موظف وبياخد قرشين ما يعملولوش أي حاجة، وبعدين بتتعرض عليه رشاوي يقول لك يعني كبر دماغك، ما كله كده، ما الفساد في كل حتة، أنت هتعمل فيها شيخ يعني، ويبتدي يقول طب أحلل مالي، طب حرام أدخل مال حرام، دي رشاوي وده غش وده ما ينفعش، فيبقى قدامه المعاصي وتزين له المعاصي ويزين الشيطان له العمل. يعمل ايه؟ يصبر ازاي عن المعصية دي؟ النهاردة المعاصي والفتن كأنها على هيئة امرأة العزيز بتقول لكل واحد هيت لك. يصبر ازاي عن المعاصي دي؟ كل واحد عندنا عنده مشكلة معينة بيبقى مش عارف يتخلص من المشكلة دي ازاي. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. طيب كيف يتحقق ده؟ كيف نصبر عن المعاصي؟ ابن القيم رحمه الله بيقول لنا الامر ده له سببين وله فائدتين. ناخد هذا الاتصال ونعود مع الصبر عن المعصية. مدام رضوى اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟ اهلا وسهلا. بمناسبة الصبر على المعصية، بمناسبة الصبر يعني، أنا بالنسبة لي يعني حد مبتلي شوية في حياته أو في حاجات كتير قوي، فبيجي عليا وقت أحس إن أنا مش عارفة هل أنا مبتلية بسبب معصية أم سبب ابتلاء أو سبب رفع درجات. بيجي عليا وقت كتير قوي أحس إن أنا
مش قادرة أفكر ومش قادرة أعمل أي حاجة، وبدأت أرجع أوي عن العبادة وعن الطاعة وعن الذكر، وبدأت أحس إن أنا مش فاهمة أي حاجة خالص، وبدأت أبقى عصبية، فمش عارفة إمتى أحس، يعني مش عارفة أرفع همتي خالص للطاعة، ومش عارفة أرجع زي زمان، مش عارفة أبقى بقرأ كويس وأروح المعهد وأتعلم من تاني، مش عارفة أعمل أي حاجة خالص، ومش حاضر. عارفة إمتى أحس، يعني إيه المفروض بالظبط، أنا مش عارفة أتكلم مع صح. أنا وصلتني رسالتك، فهمت حضرتك عايزة تقولي إيه تماما، وهجاوبك إن شاء الله. شكرا اللهم شكرا، سعد، بارك الله اتفضلي. فيك، السلام عليكم. اتصال آخر، أبو كريم، السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ هاني؟ إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. وزيك سلامة طيب يا شيخ هاني. وأنت بالصحة سمعت يا شيخ والسلامة. هاني، ممكن أسأل سؤال يعني؟ اتفضل. سمعت يا شيخ هاني، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة صلاة والسلام. القيام طوال العام ظهرا، أم كان بيعمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن هم ال 12 ركعة السنة الذي كان يصليهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وان شاء الله شيخ هاني باذن الله عايزين تشرفنا في محافظه دمياط في خطبه الجمعه، حاضر يكون وجزاك بإذن الله عنا خير الجزاء، الله والسلام يكرمك، عليكم جزاكم ورحمه الله الله خيرا. وبركاته. قبل ما نرجع بسرعة نجاوب على السؤالين بالنسبة لأختنا الأخت رضوى، أنت مش عارفة ترجعي ليه، إيه المشكلة لما تسلط عليكي حد فده أثر على نفسيتك جدا ومبقيتيش عارفة تعملي إيه. الخوف من ما يلي، إنه لما حصل ده وانت ما فهمتيش حكمة الابتلاء اللي حصل ده، وبدأت تقولي هو ابتلاء ولا عقوبة. انا دايما اقول قبل ما تقولوا ابتلاء ولا عقوبة، الابتلاء ده اللي هو امتحان من ربنا سبحانه وتعالى عشان نصبر، ولا ان هو دي عقوبة ان انا عملت ذنب من الذنوب. شوفوا، ما نزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة. فبكل الاحوال اعتبرناه بلاء او اعتبرناه عقوبة، انا دايما اقول ما تعتبروهاش عقوبات. ليه؟ لان بعض الناس بيتسرب الى نفسه الاحباط، ويتسرب الى نفسه اليأس اول ما نبتدي نقول له انت متعاقب وانت بتعمل كذا وانت كذا وكذا. انما في الحالتين، لو طلع ابتلاء او طلع عقوبة، ايه الحل؟ الحل جدد توبتك. الحل انا لازم اعرف ان كل ما ببعد كل ما الامور بتتعقد اكتر، انه الحل ان ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد الانسان انه يعيش السعادة الحقيقية، ربنا بيقول لنا وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. الحاجات دي كلها، الخوف ايه؟ الخوف انها تكون ثابت شيء من التسخطات الخفية في القلب، فهي دي اللي مهمدة الانسان، والشيطان يجي يوسوس. ربنا يقول وكان الشيطان للانسان خذولا، والنفس تستحكم، فيوصل الانسان يبقى متكلبش مش عارف يعمل ايه. الحل يعمل ايه؟ الحل يبدأ الطريق لربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا وصف لنا كيف يكون الطريق. ربنا في سورة التوبة يقول التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر. السبع خطوات دي هي الحل. نبدأ بتوبة، توبة ان احنا نصحح ما بيننا وبين ربنا، نكثر من ورد الاستغفار، ما نقولش بنستغفر وما بيحصلش. ما هو الاستغفار ده طلب ودعاء، ويستجاب لأحدكم ما لم يتعجل، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نستغفر أكتر، وكل ما الورد هيزيد كل ما هيرفع عننا المشاكل اللي احنا مش عارفينها. واحنا بندعي ربنا وبنستغفر ربنا سبحانه وتعالى نقول اللهم إني أستغفرك لما أعلم، اللهم إني أستغفرك لما تعلم ولا أعلم. الحاجات اللي أنا مش عارفها يا رب أستغفرك منها يا رب، إنك أنت علام الغيوب. أستغفر ربنا بالصيغ المختلفة اللي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم علشان يبقى خير معين. لو خدنا الطريق بالطريقة دي، بدأنا بالاستغفار، بدأنا بالتوبة، حددنا الهدف عبادة ربنا سبحانه وتعالى، خلصنا من المعاني دي واسكبنا في قلوبنا من معنى الرضا، يتحل الموضوع. ناخد الاتصال ونجاوب على السؤالين ان شاء الله سريعا. اخونا عمر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. دكتور، ازاي نقدر نحمي نفسنا من شهوه النفس؟ شهوه أم عمر. كيف نحمي انفسنا من شهوه انفسنا؟ نعم يا عمر. حاضر. هجاوبك ان شاء الله في اثناء الحلقه، هنقول المعنى ده تحديدا. حاضر. وسؤال اخر، اتفضلي.
هل الصيام بيحرك الشهوة أكتر أم بيمنعها؟ الصيام حاضر. بس في ساعات لما بنصوم ابني بيجي بالليل وبيقول لي فبيتقش نفسه وببقى حاسة إن هو عايز الحاجة دي. أيوه نعم حاضر. جزء. في سؤال تاني؟ شكرا لي. الله يكرم حضرتك. السلام عليكم. اتصال آخر. عبد الحليم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ كل سنة وانت طيب يا فندم. انت بصحة وسلامة. بس شيخنا انا كنت بس يعني كنت عايز اسال حضرتك كده بعض الاسئله. نعم. انا دلوقتي اتفضل. انا دلوقتي حضرتك بقالي فتره كل ما تقدم لحد ما يحصلش نصيب. نعم. هنا عندي انا ساكن في الفيوم ففي طبعا انت عارف حضرتك الناس الكبيره وكلام من دوت فكل ما يتكلموا يقولوا ايه انت ممكن يبقى معمول لك انت ممكن الكلام دوت فانا مش مؤمن بالحاجه دي ان ربنا قال يعني اللي ما حدش يسمع كلام الجماعه الدجالين ولا كلام من دوت يعني الكذب المنجمون ولا صدق. نعم. فطبعا الموضوع دوت خلى الواحد يعني انا سوري في اللفظ يعني يمكن اكون بقيت مدمن فعلا حاجات عادات سريه او حاجه زي كده لان واحد زي ما انت حضرتك عارف أي. الحاجات غليت وانا مش عارف الواحد يعمل ايه عشان خاطر ان انا ارجع لربنا سبحانه وتعالى او هل فعلا الحاجه اعرف ازاي ان كانت الحاجه دي فعلا انا مكتوب لي او كلام من دوت فكنت عايز حضرتك ترد عليا. حاضر حاضر اجاوبك. حاضر. طيب هنرد بقى على الناس هنوقفل الاتصالات شويه علشان خاطر نجاوب على اسئله الناس. بالنسبه لصلاه القيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي القيام 11 ركعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لا جهرا ولا سرا يعني وابتغي بين ذلك سبيلا لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها زي ما كان عمر رضي الله عنه يجهر بها وكان أبو بكر يخافت بها نزلت الآيات تقول وابتغي بين ذلك سبيلا. بالنسبة لل 12 ركعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا قال من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة اللي هم ركعتين قبل الفجر والأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء هي دي السنن الرواتب. بالنسبة لموضوع الشهوات هنتكلم عليه تحديدا دلوقتي ازاي الانسان يتخلص من شهوة نفسه وده داخل معانا في موضوع الصبر عن المعاصي. اما حكاية ان الصيام بيأثر في الشهوة المفروض بيقطعها ولا لا ما هو المشكلة ان هو يكون صيام بجد بيكون صيام عن الطعام والشراب وعن الشهوات يبقى صيام عن النظر المحرم عن السماع المحرم. لو كان الانسان متحقق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وجاء يبقى قاطع للشهوة يبقى الصيام قاطع لهذا الامر. انما اخونا بقى عبد الحليم ومشكلة الشباب النهاردة ويتقال له انت معمول لك عمل انت كذا. شوف ان اجتمعوا الدنيا كلها ان اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا هود قال كلمات عظيمة جدا عايزين نبقى عندنا اليقين ده والتوكل ده لما قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. الإنسان لو متسلح بالتوكل على الله عز وجل الإنسان لو هو سايب الأمور على ربنا سبحانه وتعالى وعنده يقين والله الدنيا كلها لو اجتمعت على ضرره لا يستطيعون ضرره. بس هو الإنسان مننا محتاج يتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وينتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ جدا على أورادك حافظ يبقى يكون ليك أذكار في الصباح والمساء دايما تبقى بالنسبة لك
كأنها فرض عين لازم تحافظ عليه. حافظ جدا على أذكار ما قبل النوم، إنك تقرأ المعوذات كثيرا، إنك تقرأ آية الكرسي كثيرا، إنك تعرف إن أسباب الرزق، أنت نفسك تتجوز، الرزق ده ما عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هنعمل معاصي، الأمور هتتأخر، ما ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى الإنسان مننا يبقى فاهم القانون ده، قانون الرزق. أنت عايز تتجوز ويبقى رزق طيب، ويبقى زوجة صالحة إن شاء الله، ربنا وضع لنا حاجات معينة إن عملناها ربنا يمن علينا بالرزق الطيب. زي إيه؟ ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال عبدي تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا وأسد فقرك. يتولى أمرك ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله أن يعينهم، فسمى منهم الناكح يبغي العفاف. لو فعلا أخلصنا لله النية ولا تقف قدامك أي بلية إن شاء الله وأبشر. أما بقى إزاي نحفظ أنفسنا من خطر الشهوات، فهو داخل معانا في الكلام، إزاي نصبر عن المعاصي. ابن القيم بيقول لنا الأمر ده ليه حاجتين، ليه سببين وله فائدتين. السببين أول حاجة قال الخوف من الوعيد. الإنسان مننا يحفظ نفسه من أمر الشهوة ده إزاي؟ من أمر المشاكل دي اللي هي أكتر حاجة شائعة، إنه يبقى خايف من العقوبات. خايف من العقوبات يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. وبعض العلماء يقولون من ظن أنه إذا عصى الله لم يعاقب، يعني عصى ربنا وما تبش، فهو مجنون. إزاي؟ ربنا قضت حكمته سبحانه وتعالى أنه لا يظلم مثقال ذرة، فلا يستوي أهل السيئات وأهل الحسنات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. عشان كده الإنسان لو خايف من العقوبة، خايف إنه الرزق يتأخر عنه أو إن الرزق لا ينزل له، خايف إنه تمحق البركات، خايف إنه تتنزل عليه اللعنات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاديث كثيرة جدا في اللعن، يعني مثلا لعن الله النامصة والمتنمصة. فاللي بتيجي وتقرب ناحية حاجبها وهي سمع النبي بيقول لعن الله وخايفة تتلعن، تتنزل عليها لعنة من الله تبارك وتعالى، تترفع بها رحمات، تحرم بها من أرزاق، لو هي عندها يقين بكده مش هتهوب ناحية الذنب، مش هتعمل الذنب ده. لما تسمعوا هذا الأثر الجميل اللي فيه بعض أهل العلم يعني حسنه، إنه أن الله عز وجل يقول إني إذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. أورده ابن القيم في كتاب الداء والدواء على إنه من الآثار للذنوب محق البركات. إذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. ربنا يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم. فتلاقي الآيات المزلزلات دي والوعيد الشديد ده، الإنسان يخاف إنه يتلعن، إنه ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليه. فإذا غضب الله عليه يبقى لا استقامة له في الحياة ولا معيشة هنيئة في الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقعد طول العمر كده مشتت، حيران، دايما مخنوق، عنده الأمراض النفسية دي، مش عارف يعمل إيه. إنما المؤمن ربنا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى حال تاني ووضع تاني. الإنسان اللي يخاف من هذه العقوبات إنه الجزاء من جنس العمل،
من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. انت هتمد ايدك على حرام هتتحرم من طاعات، هتتحرم من لذات. واحد من بني اسرائيل ابن الجوزي بيذكر خبره في صيد الخاطر، بيقول انه قاعد يقول لربنا كم اعصيك ولا تعاقبني، هو انا ليا دلال عندك قوي كده يا رب؟ هو انا يعني عديت قوي كده يا رب؟ كم اعصيك ولا تعاقبني؟ فقال انه اتاه وكانه مثلا جاءه في المنام او نحو ذلك، كم اعاقبك وانت لا تدري، الست قد حرمتك لذيذ مناجاتي. ببساطة جدا في قصة الوعيد دي انا دايما اشبهها بتشبيه بسيط. تخيلوا كده واحد عارف انه لو اكل الاكلة دي هيجيله سرطان كانسر والعياذ بالله، انما يعني ممكن لو اكل الاكلة دي يعني هيتعب شوية يجيله نزل برد مثلا، او لو عمل العمل الفلاني ده، فلما يبقى شايف انه الامر نزل برد ولا سرطان. انا دايما لما يجي حد يقول لي انا مدمن للعادة السرية، انا الشهوات بقى وكذا وكذا وكذا، اقول له طيب انت شايف ان ده سرطان ولا نزل برد؟ يقول لي لا سرطان طبعا. اقول له لو سرطان ما كنتش حتى وبنحيطها ما كنتش هتعملها ابدا، لانك تخاف تموت، تخاف يحصل لك ويجرالك. النهاردة لو تعرف ان انت المحل اللي انت فاتحه، الشغلانة اللي انت شغال منها، اللي انت عايش منها، لو تعرف ان الذنب ده هيحرمك من دي تماما مش هتعملها. بس انت غرك بالله الغرور وغركم بالله الغرور. بس انت ابن ادم وابن ادم يتغرر باشياء كثيرة. ما غركم بربك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يبقى أول حاجة تخلينا نبعد ونصبر عن المعصية إن احنا نخاف من آثار المعصية دي. إن احنا دلوقتي لو إن إنسان بيقع في ذنب من ذنوب الشهوات دي ويعرف إنه هيتحرم الحلال بسببه، شباب كتير بيجي يخاف إنه يعمل حاجة من الحاجات دي لأنه بعد كده لما يتجوز هيبتلى بالعجز، يبقى خايف. البنت دي اعملي حسابك، هو انت دلوقتي هتمشي مع حد في الحرام هتتكلمي مع كذا، لما يجي بقى تيجي تتجوزي وتبتلي بواحد يخونك يبقى ساعتها هتفتكري ان انت عملتي ايه. هو ده من يعمل سوءا يجزى به. طب انت كده خوفتنا، طب واللي عمل، طب واللي جرى؟ ما هو ذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن، التائب من الذنب كمان لا ذنب له. وخدوا بالكم اللي بيجي يقول طب ما انت حلتها وكده سهلتها خالص، ده انا كنت فاهم ان الموضوع هيبقى صعب، خلاص بقى يعني الواحد يعمل ذنوب زي ما هو عايزه بعد كده يتوب. ما خدوا بالكم اللي بيعمل الكلام ده كأنه يستهزئ بربه، زي ما السلف قالوا المقيم على الذنب ثم يخادع ببعض التوبة ولا ببعض الطاعات كالمستهزئ بربه. انت بتستهزئ بربنا؟ يخادعون الله وهو خادعهم، دي صفات اهل النفاق. اوعى اوعى باي حال من الاحوال يبقى عندنا المعاني دي. علشان كده لو اليقين ده بان ربنا سبحانه وتعالى القائل نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، اللي يبقى عارف صفات جلال الله، عارف يعني ايه ربنا العزيز، عارف يعني ايه ربنا المنتقم، عارف يعني ايه ربنا الجليل، يخاف ربنا سبحانه وتعالى ويعظمه ويقدره حق قدره، ساعتها هيبقى بينه وبين المعاصي دي سدود، وساعتها هيعينه الخوف من الوعيد على انه لا يقع في هذه المعاصي فيصبر عن المعصية. الباعث الثاني الحياء من الله. شوفوا العلماء بيقولوا الانسان باعثه على التوبة حاجتين اللي هم بيقولهم عليهم ابن القيم دول، بيقولوا في توبة اسمها توبة الانابة ودي باعثها الخوف، وزي ما قلنا دلوقتي الخوف من الوعيد، الخوف من اثار المعاصي، الخوف من ما يكون بعد ذلك يوم القيامة من عذاب البرزخ، من عذاب النار، من اللي بيغلب عليه الخوف ده ويجل هيبعد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جمع ما بين المقام ده ومقام العفة لما قال والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون. يلي حضرتك سألتيني قلت لي أعمل إيه عشان أبعد عن المعاصي؟ الإيمان باليوم الآخر. الشهوات دي تتقفل عني أبوابها بإيه؟ الإيمان الراسخ باليوم الآخر. اقروا كتير عن كده، اسمعوا كتير حوالين المعنى ده لغاية ما نوصل إلى يصدقون بيوم الدين، ونوصل إلى درجة
من عذاب ربهم مشفقون، ساعتها هنبقى لفروجنا حافظون. يبقى البعث الاول اللي سماه العلماء توبة الإنابة، ده بعث عليه الخوف. الامر الثاني الحياء، ودي سموها توبة الاستجابة، استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم. توبة الاستجابة باعثها الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، ان كنا لنستحي. قال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. اللي يستحي من ربنا حق الحياء يبقى حاله على شيء تاني خالص، يبقى خايف ياكل لقمة حرام، يبقى دايما ما يدخلش عقله إلا ما يحب الله ويرضى، يبقى ما يسمعش الكذب علشان ما يبقاش مفتون، زي ما ربنا قال هو في شأن هؤلاء المفتونين لما قال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. دول اللي ربنا لم يرد أن يطهر قلوبهم كان حالهم إيه؟ كانوا سماعون للكذب، أكالون للسحت. فلما الإنسان يبقى عنده كده يحفظ الرأس وما وعى، ويحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ويبقى عنده الوجل، ويبقى عنده الخوف من ربنا سبحانه وتعالى، ويستحي من الله عز وجل لمعرفته بجلال الله عز وجل، لأنه عارف هو مين وربنا مين سبحانه وبحمده. لما الإنسان يبقى عنده الأمرين دول، عنده توبة الإنابة وتوبة الاستجابة، لما يبقى عنده الخوف من الوعيد، ويبقى عنده الحياء من الله عز وجل، هتتقفل أبواب المعاصي عنه، ويبقى ساعتها يستطيع أن يصبر عن المعصية، وساعتها يبقى ليه الثمرتين: بقاء الإيمان والحذر من الحرام. خدنا النهاردة الصبر عن المعصية، وفهمنا يعني ايه الصبر الجميل، صبر بالله وصبر مع الله وصبر لله، وفهمنا معنى الصبر كيف نحققه في اول ابوابه الصبر عن المعصية. هنتكلم المرة الجاية بقى ان شاء الله عن الصبر عند البلاء، وناخد امثلة كثيرة جدا من قصص السلف وقصص الواقعية عشان كيف نقاوم ابتلاءات الزمان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.